بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة مرسال الإعلامية ضمن تغطيتنا لليوم الختامي لفعاليات المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة في فندق ريتز كارلتون خلال فترة من 16 إلى 19 مارس. التقينا في إحدى الشركات المتخصصة في الكاكاو والشوكولا، الأخ الكريم ممثل الشركة حيدينا وللسادة المشاهدين نبذة عن مشاركتهم في المعرض وأيضا من منتجاتهم. يسعد لي مساك. حياك الله يعطيك العافية. شوكولاتة كالين مصنع في بلجيكا والتجميع في دبي. في عند حضرتك زي ما انت شايف كده بيجي الترافل، بيجي منه النكهات، في الحلو والمالح، في البستاشيو والقهوة التركي، وده اللي هو البندق. تمام، ده بالنسبة للترافل. في اللي هو الكيوبس بيجي منه الحلو والمالح، الشوكولاتة البيضة والكريسبي والحليب، وفي ده اللي هو ده كوليكشن بيجي منه 6 نكهات. واليوم عاملين عرض اي شيء عليه الوان بلس وان، اي بوكس عليه بوكس مجانا. يعني ده ب28، البوكسين ب28، وهنا البوكسين ب78 ريال، وهنا البوكسين ب35 ريال. يعني اليوم عاملين الاوفر، كل شيء عليه بوكس مجانا. عنواننا موجودين في الرياض وكويت والبحرين، رقم التليفون 0599 65 0596.